بسم الله الرحمن الرحيم. سعدت الآن نلتقي بالأخ العزيز حمود بن عبد الله الوهيبي رئيس فريق الحاقر للمشي الحر. الله يحيي إن شاء الله. سمعت أنكم غدا تنظمون مسير للمشي، ما هي فكرة هذا البرنامج؟ نعم، غدا إن شاء الله بيكون مسارنا في منطقة السعادي، طبعا ولاية العمرات السعادي عند الحاقر الحر من جحلوت، والمسار حدود 9 كيلو متر إن شاء الله. المنطقة طبعا هي منطقة قديمة يعني خلاص المنازل ماشي منازل الحين، لأنه قفت كان أيام زمان مزارع كذا، الحين قفت الآبار هناك والأفلاق الفلق قدام، لكن ما زال المسجد وما زال بعض الآثار موجودة، فإحياء لهذا المكان. ما أبرز الأهداف التي تسعون لتحقيقها من خلال هذا البرنامج في هذه البلده؟ هو اهم شيء انه اول شيء اللياقه البدنيه للافراد يعني كافه الشباب، وثاني شيء ايضا التعريف بالسعادي نفسها. جميل. يعني الحين السعادي ناس اصبحت قليل تتوجه للسعادي، لكن نحن في ناحيه ايش موجود في السعادي ونوثق بعض الامور هناك، مثلا الحاره القديمه، المسجد، المزارع نفسها، الفلق، المندثر. هل برامجكم هذه ساهمت في جذب المزيد من الاشخاص لممارسه رياضه المشي؟ نعم، يعني وحتى هي من مختلف الفئات ما شاء الله، يعني من 12 سنه وطالع لغايه فوق 60، وفي نلاحظ ايضا في ازدياد لهذه الرياضه. ما شعوركم بعد نجاح كل تجربه؟ والله هو دائما الانطباع بعد كل تجربة، وخاصة لما يكون عندك أنت زيادة في عدد الأفراد، يعني عن مثلا عندك أنت في المستوى 15 أو 20 شخص، المرة القادمة صاروا 25 شخص، تشعر بسعادة لأنه في ناس أصبحت تتجه لهذه الرياضة، وهذه الرياضة مهمة، ويوصى بها الأطباء نفسهم يعني، وهي دواء لكل شيء. يعني أنت لو رحت عند الدكتور أي شخص يعني عنده مثلا أمراض العصب مثل الضغط مثل الكوليسترول وغيرها من الأمراض، يوصيك بإيش؟ بالرياضة. برياضة إيش؟ المشي، ولو 30 دقيقة في اليوم، وما بارك بهذه الرياضة يعني 9 كيلو 10 كيلو، هذه بنفسها ما أقل عن ساعة، يعني ساعة إلى ساعتين. جميل. ما هي تطلعاتكم المستقبلة؟ نعم، بعد هذه التجارب العديدة. تطلعاتنا نحن طبعا نبغى أول شيء نعرف بالمناطق اللي إحنا مثلا إحنا فريق الحاجة من منطقة الحاجة، نبغى نعرف بالحاجة. نعم. وفي عندنا أهداف مستقبلية بإقامة مسير جماعي إن شاء الله، النية كذا موجودة، على الأقل نجمع 500 شخص من مختلف ولايات السلطنة، نعرفهم بالإرث الموجود، الإرث الحضاري التاريخي الثقافي اللي موجود في منطقة الحاجر. عندنا ما شاء الله يعني حصنين، والحصنين هذول بنيت قبل الميلاد، وهذا موثق وتاريخ موجود حتى في وزارة الثقافة، ومثل ما ذكرنا سابقا مرارا في قبل فتره قبل كم سنه وجدنا عمله معدنيه، والجيد والملفت للنظر ان هذه العمله سكت في عمان، سكت في ما عمان شاء الله. وهذا يعني خلى عن ان عمان فعلا عمان ما قبل مش وليده، عمان من الاف ما قبل الميلاد موجود. نعم. عمان معناته ان هذه بلده الحاضر بلده قديمه ايضا طبعاً، وفيها حضاره كونه عملات تجاره. نعم. يعني تنبي عن قصص كثيره هذه العمله. صحيح. صحيح. حركه تجاريه حتى الاحد، هذا الحصون وحصن جبل سنسنه موقعه على سفع جبل سنسنه يطل على زمان على معبر القوافل التجاري اللي جاي من قريات الى مطرح الى منطقه وادي الميح ثم ياتي ثم يسقط، فموقع مميز جدا يعني. ما الدلالات التي تشعرون بها وانتم تنطقون كلمة السعادة كبنت في الحاجر؟ والله السعادة طبعا من مثل ما أرى واضح من السعادة. نعم ما شاء الله. فأكيد يعني هي المنطقة هذه أهلها زمان يعني تمتعوا بالسعادة دائما. إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله. والله يحفظ من بقى منهم يعني. نعم. طبعا هم الحين توزعوا ما بين القرى الحاجر او قرى العامرات بشكل عام يعني ولايه العامرات. رساله تحب ان توجه نحو رياضه المشي الجبلي؟ والله انا اوصي الجميع بممارسه هذه الرياضه، ومن بدا في ممارستها اوصيه بعدم التخلي عنها بالاستمرار. نعم. اهم شيء الاستمرار. نعم. لا يتكاسل، خاصه وقت الصباح هذا من افضل الاوقات. يعني خاصه بالنسبه لنا احنا الحين المتفرغين. نعم. المتفرغين المفروض
لا يتكاسلوا ابدا عن رياضه المشي. وبالنسبه للظروف ما تسمح للاعمال من اول الصباح وزحمه الطريق عندهم الفتره المسائيه بامكانهم ولو نص ساعه في اليوم. نعم. وهي علاج يعني هذه رياضه علاجيه. نعم. جزاك الله خير، سعيد بالحديث اليك، بارك الله فيك. الله يوفقك.